بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين برحمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وارزقنا ربي وسائر المسلمين ما تحب وترضاه، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الرسالة القشيرية للإمام الأستاذ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم ثالث جلسة في كتاب في باب المحبة. يقول: وقال ابن مسروق: رأيت سمنونا يتكلم في المحبة فتكسرت قناديل المسجد كلها. يعني أي أن حتى الجماد يستشعر المحبة الصادقة، حتى الجماد، حتى الجماد. انظر إلى جبل أحد عندما التصق بقدم النبي فقال: اثبت أحد، واهتز وقال: اثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. وقال: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وانظر إلى الجزع وقد حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى. فالجماد يتأثر، يتأثر أيضا بإيه؟ بالمحبة. والحيوان والنبات، حتى علماء النبات نفسهم لاحظوا مثل هذه الأشياء، ولاحظوا أيضا أن بعض الحيوانات يعني يتأثرون بمن يحبونه. ومعلوم أن حمار التي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم ليدلدل عندما مات صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، عزفت عن الطعام والشراب، ثم بعد ذلك سارت وألقت بنفسها في بئر كأنها انتحرت، مش عايزة تعيش تاني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم سارق المدينة. يعني حتى الحيوان يتأثر. كل ذلك حدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تتعجب أن يكون هناك وارثا محمديا على روح النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حقيقته، إذا تكلم يجعل أيضا الجمادات تتأثر بكلامه. ولذا لما تكلم سمنون في المحبة تأثرت حتى القناديل فتكسرت. وهذا لا يدركه إلا إنسان يؤمن بالغيب. وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. وسمنون هذا كان من الرجال الصالحين، حتى أن في ركب مركبا فهاج البحر بالناس فخافوا أن يغرقوا، فنام أحد الركاب فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم في رؤيا وقال له: أتخشون أن تغرقوا وفيكم سمنون الرجل الصالح؟ في الرؤيا هذا. فكان سمنون هذا رجل من الرجال الأولياء الكبار، نفعنا الله به وبذكره. سمعت محمد بن الحسن يقول، سمعت أحمد بن علي يقول، سمعت إبراهيم بن فاتك يقول، سمعت سمنونا وهو جالس في المسجد يتكلم في المحبة: إذ جاء طير صغير فقرب منه ثم قرب، فلم يزل يدنو حتى جلس على يده، ثم ضرب بمنقاره الأرض حتى سال منه الدم ثم مات. أيضا الطائر والحيوان يتأثر، يتأثر بمثل هذه الأشياء. أنت لو عندك حيوان تحسن إليه يتأثر ويحبه، فهذا غير مستبعد. ودي ملحوظة، ملحوظ. وقال الجنيد: كل محبة كانت لغرض إذا زال الغرض زالت تلك المحبة. يعني لو كانت المحبة لعلة، إذا حصلت على مرادك زالت المحبة. ولذا المحبة الحقيقية ألا تكون لعلة أو لغرض، بل المحبة تكون لذات المحبوب. انت حتى بتلاقي اشعار الناس الحبيبه يقول لك: لما قابلت المحبوب لقيت الدنيا كلها بتزغط. مش كده برضه؟ يبقى قال له بالليل ويقول لك: حسيت ان الشمس طالعه، يعني تغير ما حوله. حتى قالوا ذلك في اشعار كثيره واسجال كثيره. يبقى المحبين لهم مشاعر، لان عيون المحبين
ترى ما لا يراه الآخرين، فممكن وأذانهم تسمع ما لا يسمعه الآخرين، كذلك المحب هكذا. ولو مش عارف جرب الحب، تجرب واللي يجرب. وأحيانا لما تبقى أنت مش أهل لأنك أنت تحب الله، يوم ربنا يرزقك مخلوق تحبه محبة عجيبة، تقوم من خلال هذه المحبة اللي أنت تعيشها لما ترتقي وتنضج تحولها إلى محبة الله، كأنه بيدربك. يبقى هو بيدربك سبحانه وتعالى لأنه يريد أن يأخذ بيدك إليه. فلما لم تكن أهلا لمحبة الله، والله غيب لا يرى، رزقك من تراه وتشعر به فتحبه وتذوب فيه محبته. ثم بعد ذلك عندما تنضج تحول هذه المشاعر التي تدربت عليها إلى الله عز وجل، فتلاقيك التقيه. فدي كلها مسائل رقي، فهي الحكاية كلها لا تحكم على إنسان في مرحلة من مراحل حياته، علشان هو مثلا بيحب واحدة ست فقلب الدنيا أشعار، ممكن على آخر حياته يحول محبته دي وأشعاره كلها اللي كان بيقولها في الست دي إلى أشعار في الذات الإلهية، فيرتقي ويبقى ولي، ويبقى ربنا خد بإيده من خلال هذا، وهكذا. وقيل حبس الشلي في المارستان. المارستان ده يعني نوع من مستشفى الأمراض النفسية كان معمول، وكان سيدنا الإمام الشلي كان بتجيله أطوار كده جذب شديدة، لدرجة إنه كان يقول كلام الناس اللي حواليه ما يفهموهوش، ويقول الراجل اتجنن، فيروح يودينه المستشفى، فيقعدوا في المستشفى شوية تعالى. فحبس في المستشفى الأمراض العقلية زي العباسية مثلا عندنا، ده فيها أولية. أنا رحت أبو زعبة، مستشفى أبو زعبة من حوالي 8 سنوات. رحنا في رمضان كده نشوف الناس المرضى ونتفقدهم، وكان في بعض الناس الأغنياء ادونا مبلغ كبير، قالوا لنا اشتروا لهم حاجات ووزعوا عليهم، لأن في ناس قاعدين هناك سنين طويلة حتى قالوا ما بيسألوش عليهم. فوأنا مع المجموعة كده بصيت لقيت واحد من اللي قاعدين اللي هناك، أو ده المارستان، إحنا المصريين يقولوا عليه المورستان، يقول لك أنا هوديك المورستان، يعني مستشفى الأمراض العقلية، ده لغة المصريين. فواحد بيسألني، لأن أنا الوحيد اللي كنت فيهم بلحية يعني، فافتكرني إن أنا يعني من أهل الدين. فبيسألني من المرضى وبقاله 30 سنة في المستشفى ما خرجش، ولا أهله بيسألوا عنه. فبيقول لي لو سمحت، هو ربنا مش بيقول ووجدك ضالا فهدى، وهو النبي كان ضال. شوف السؤال ده، سؤال مجانين ده، سؤال عقلي. فقلت له الضلال هنا بمعنى المحبة، مش ربنا سبحانه وتعالى قال بيقول في حق سيدنا يعقوب على لسان أبنائه وكانوا مؤمنين إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني في محبة شديدة ليوسف. يبقى الضلال المبين اللي في سورة يوسف يفسر الضلال اللي في سورة الضحى، لأن لو قالوا على أبوهم هو نبي ضلال بمعنى الكفر يبقوا كفروا، ومعلوم إن إخوة يوسف كانوا أسباط مؤمنين، مش كده برضه؟ يبقى ما يقولوا على أبوهم هو نبي في ضلال مبين لا يقصدوا ضلال الكفر، يقصدوا الضلال بالمعنى الآخر، وهو الإيه؟ المحبة الشديدة التي تجعله في حيرة من شدة محبته، فلا يعدل بين أبنائه من شدة حيرته في محبته. فقلت له يبقى هنا وجدك ضالا أي محبا لنا فهديناك إلينا. قال لي هي كده المعنى ده، أنا كنت بامتحنك. يبقى طلع عقل مني، فهمت بقى؟ يبقى طلع وبقاله 30 سنة في المورستان اللي هو إيه، مستشفى الأمراض العقلية. فما تستهوش بالإنسان في أي مرحلة من مراحلين، ولو حتى هو مريض، ولو على فراش المرض، لأنه ده في سر من أسرار، لأنه عبد الله. ربنا سبحانه وتعالى يفجر في قلبه يا نبي حكمة حيثما شاء سبحانه وتعالى، وعلشان كده الحكمة ضلت المؤمن حيثما وجدها أينما وجدها فهو أولى به. وقيل حبس الشبلي في المارستان فدخل عليه جماعة. يقوم واحد مثلا يجي يقول لك الله، شوف بيجيبوا كلام المجانين في كتب الدين واحنا هنتعلم المجانين؟ ما هو دي الاعتراضات اللي مش فاهم، اعتراض اللي مش فاهم، لان المفروض انك انت بتلتمس الحكمه من اي فن انت احق بك. فدخل عليه جماعه من اصدقائه وتلامذته ومحبه واحبابه رايحين يزوروه، فقال من انتم؟ قالوا انا محبوك يا ابا بكر. فراح مسك الحجاره اللي على ارض المستشفى وقعد يضربهم بيها، فاقبل يرميهم بالحجاره ففروا. فقال إن ادعيتم محبتي فاصبروا على بلائي. شفت بيعلمهم؟ يبقى هو بيعلمهم كل الناس تدعي محبة الله، وأول ما يبتليهم
يكفر النعمة. يقول له وانا ما شفتش يوم حلو من يوم ما جيت في الدنيا دي. وهو ربنا مش يعني شوفه الحلاوة كلها ويدوب شد عليه اسبوع شهر اثنين. والحكاية وهو بيشد عليك برضه بيشد عليك برحمة وبيرقيك. ده انت مش واخد بالك. لكن معلش. وانشد الشبلي فقال لهم ان ادعيتم محبتي فاصبروا على بلائي. وانشد الشبلي ايها السيد الكريم حبك بين الحشا مقيم يا رافع النوم عن جفوني انت بما مر بي عليم. يبقى بيكلم بقى محبوبه اللي هو ربه سبحانه وتعالى. سمعت الشيخ ابي عبد الرحمن السلمي يقول سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت النهر بوري يقول سمعت علي بن عبيد يقول كتب يحيى بن معاذ الى ابي يزيد سيدنا ابو يزيد البسطامي. سيدنا يحيى بن معاذ كان ولي كبير ومربي. سيدنا ابو يزيد البسطامي ايضا كان من اولياء عصره وكانوا معاصرين لبعض. فكتب له بيقول له ايه سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته. يعني وصل لمرحلة السكر يعني عارف الدوار من شدة محبة محبوبي. يعني يسموه يعني السكر ده غياب العقل في المحبوب. غياب العقل في المحبوب يبقى محبوب هو عقل. احنا مش كمثلا ساعات لما تحب واحد تقول له انت عقلي انت روحي انت انا كده برضه. الحاجات دي كلها مش الناس بيقولوها للمعارف اللي بعدهم لكن ما تعودوش يقولوها لربهم. فلما يجوا يسمعوهم الاولياء اللي قالوها لربهم يقوم يقول لك شوف الولي قال وحش قال كلام وحش ازاي. يقول انا من اهوى ومن اهوى انا. يعني الله من اهوى ومن اهوى الله. شيل انا حط الله تلاقي استقام البيت. الحكايه سهله لان انت بتقول لمحبوبك يا روحي يا نفسي مش كده برضه. ده ساعات تقول له يا حبه عيني. يعني عايز تقول كمان ايه يعني مش النفس بس لا ده اخص من اخص النفس. يبقى دي كلها درجات في المحبه. فاذا استولت المحبه تلاقي وزنك للامور يختل من شده المحبه. زي السكران يوم يفتكر ان بيته قريب وهو بعيد يفتكر ان الدنيا بتتحرك وانه ما بتتحركش ماشي سكران. هو ده السكر. السكر في محبه المحبوب. فبعقله بيقول له سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته. فكتب إليه أبو يزيد قال له لا ده احنا في ناس مدمنة لو شرب البحار ما يسكرش. عارف أنت المدمن كل ما الواحد يتعود الخمرة اسأل العالم السكيرة. الحمد لله ربنا يعني بعدنا عن هذه الأمور لم نزقها أصلا ولم نفكر. لكن اسأل بقى الناس السكيرة كده تلاقي كل ما ازداد تعودا عليها ياخد كميات كبيرة وما تأثرش فيك. يعني اتعود بقى خلاص. بل بعضهم انا اعرف بعض الجراحين كان لما يخش عمليه كبيره لازم يشرب كاسين خمر علشان يعني يبقى في كامل تركيزه. لا هو لانه متعود عليه زي اللي بيشرب قهوه رحمه الله ومات تائبا. يعني كان من اساتذتنا كان علشان يدخل عمليه كبيره في عيان خفيف تعبان يروح واخد له كاسين خمر. فهو حاجه غريبه هذا اللي كنا نتعجب. يقول لك انا كده بزداد تركيز يعمل شغل مفيش احلى من كده ولا اقوى واحد وهو بيشتغل. يبقى دي بقى ايه عادات ناس طبائع. هو ربنا خلق لك الطبائع دي ليه؟ عشان تفهم الكلام المعاني لعلمك. خلق لك الحس كله عشان لما تيجي تقرا لان فيه اولياء شربوا كؤوس المحبه. فمنهم من سكر لانه لسه مش معتاد في الاول مبتدئ. ومنهم من لا يسكر كلما شرب ازداد عطشا. كلما شرب ازداد عطشا وازداد ايه وازداد ايه افاقه. يبقى في حاجه اسمها الصحو بعد السكر. الصحو بعد السكر ده لا يكون الا بايه للمتمكن. للمتمكن في مقام المحبه. لكن السكر ده اللي هو لسه ايه طالع سلم المحبه جديد. لكن لا ايه لم يجلس على عرش المحبه. فهنا بيبعت له بيقول له سكرت من كثره ما شربت من كاس محبته. فكتب اليه ابو يزيد غيرك يقتل نفسه يعني. غيرك شرب بحور السماوات والارض وما روي بعد ولسانه خارج ويقول هل من مزيد. يعني كلما شرب ازداد عطشا. وانشدوا عجبت لمن يقول ذكرت الفي. يقصد بالف مين؟ ربه. وعشان كده في روايه لهذه الاشعار عجبت لمن يقول ذكرت ربي.
يعني لها روايتين، بس هو اختار هنا في الكتاب اللي معايا روايه إلفي. عجبت لمن يقول ذكرت إلفي وهل انسى فاذكر ما نسيته. نفس معنى لقيت روحي في عز جفاف بفكر فيك انا، نفس المعنى مش كده برضه، بس طبعا بعباره اخرى. يعني بيقول وانا ممكن ان انساه، يعني اذكرك عشان انساك او انساك عشان اذكرك. اقعد انت بقى هفهم الاول ومن الاخر تمشي من المعنى ده. اموت اذا ذكرتك ثم احيا ولولا حسن ظني ما حييت، فاحيا بالمنى واموت شوقا فكم احيا عليك وكم اموت. يعني في احوال تجليك علي اموت ايه؟ احيا بايه؟ بالتجلي. وفي احوال البعد عن التجلي اموت شوقا لحدوث انوار التجلي مره اخرى، لان الشوق هي المحبه في غياب المحبوب. مش كده برضو؟ فاحيا بالمنى واموت شوقا فكم احيا عليك وكم اموت. شربت الحب كاسا بعد كاس فما نفد الشراب وما رويت. لان مقامات المحبه لا نهايه لها، والغياب في محبه المحبوب لا نهايه له. وقيل اوحى الله تعالى الى عيسى عليه السلام اني اذا اطلعت على قلب عبد فلم اجد فيه حب الدنيا والاخره ملأته من حبي. حتى الاخره، حتى الاخره، لان اللي بيحب من اجل عله يزول حبه بحصوله على علته، لكن الله سبحانه وتعالى يريد قلبه معلق به بلا عله، بلا علاقه يسموها كده، يكتبوها في علماء الصوفيه يقول لك بلا علاقه، يعني بلا سبب، بلا شهوه، بلا رغبه، بحيث لما تحب محبوبك وانت مش منتظر منه حاجه يبقى اي حاجه يديها لك حلوه، كل اللي يجي منه لان انا مش منتظر، فليدوني اي حاجه تبقى جميله. لكن انا لو بحبه عشان منتظر ان هو يرقيني فما رقانيش، اعرض عن بابه خلاص بقى، انا ما خدتش مقصودي، او منتظر انه يديني فما اعطانيش، يبقى اعرض عنه وابحث عن محبوب غيره يعطي، وهكذا. لكن المحب الذي لا ينتظر شيء تجده ملازما للباب. ورايت بخط الاستاذ ابي علي الدقاق رحمه الله في بعض الكتب المنزلة عبدي أنا وحقك لك محب، أنا وحقك، يعني وحقك علي، وكأن الله بيقسم بحق العبد المحب له عليه لإيه؟ لكمال رفعة قدره. أنا وحقك لك محب فبحبي كن لي محبا. انت تتعجب، يعني تتعجب ان الله حتى مع الكافر تجده برضه بيحبه، مش بيرزقه وبيمده وبيستره، ولما يتزنق ويقع في كرب شديد ويقول يا رب ربنا بيفرج عنه، بيفرج اهو بيحبه، لكن بيحبه من وراء حجاب، هو بيحبه عشان هو اللي خلق. ولو قتل انسان بغير حق ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه، او قد يعاقبه طالما بغير حق، لانه بناء الله وهو من عباد الله. فيبقى الله سبحانه وتعالى لكن بيحب عباده الصالحين محبه بغير حجاب، فيكشف لهم عن جماله وجلاله. اما الكافر والمخذول يحبه من باب امداده بالنعم، ولكن محبه المحجوب كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هم محجوبون عن الله وهم في محل ظهور قهره عليه، فظهر فيهم قاهرا وبرغم من ذلك هم محجوبون عنه، ولو كشف لهم ظهور قهره فيهم لذابوا حبا فيه، ولكن عذابهم هو حجابهم اكثر من عذابهم في جهنم. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال عبد الله بن المبارك من اعطي شيئا من المحبه ولم يعط مثله من الخشيه فهو مخدوع. يعني اللي بيدعي المحبه وفي نفس الوقت ما بيخافش من محبوبه وما بيعملوش حساب وما بيتارعش في طاعته يبقى مخدوع. يبقى دي بقى مخدوع. عبد الله بن المبارك من المتصوفه الكبار. نعم. وقيل المحبة
ما يمحو اثرك. طبعا احنا لسه بنقول المحبة ان الانسان ينسى رغباته في رغبة محبوبه، ينسى مراداته في مراد محبوبه، يعني ينسى نفسه. يقول لك انا بشوف محبوبي بنسى نفسه، يروح مني الكلام وانساه، يعني معناه نسي رغباته، نسي مراداته، لدرجة ان يوصل لمرحلة يبقى هو محبوبه. لما تيجي تنادي على محبوبه يقول لك نعم، ما ان مش اسمه. فهمت بقى؟ علشان كده كانوا المجنون ليلى كان اما يقولوا يا ليلى يبص يلتفت، واما ينادوا اسمه ما يلتفتش. فقالوا الجدع اتجنن، فاطلقوا عليه مجنون ليلى عشان كده، لانه هو خلاص بقى محبوبه هو ملء سمعه وملء بصره، درجة يجري ورا اي امرأة يشوفها في المشية يقول لها يا ليلى، فصارت كل النساء عنده ليلى. لدرجة جت ليلى صعب عليها وقالت له طب انا اتجوزك، قال لها لا 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 انا عايز ليلى، عايز افضل طول عمري كده بدور على ليلى. بقى ذاب في المحبة، مش عايز حتى يعني يحصل عليها من شدة ايه لوعته وسعادته بلوعته، فتحول العذاب الى عذوبة. بقى عذاب المحبة عذوبة. كل دي معاني ربنا بيوريها لك، ان ممكن العذاب يصبح عذوبة. اهل النار في عذاب، ممكن ربنا يجعل اهلهم جنة لو اظهر لهم تجليه على النار، يتحول العذاب الى عذوبة، تجليه بقهره، تجليه ببطشه سبحانه وتعالى، تجليه بمنعه فهو المانع، تجليه بضره فهو الضار. فاذا وجدوا الله هو المتجلي في جهنم وجدوه هكذا فكشف لهم عن الحجاب لتحول العذاب الى عذوبه، ولكن اراد الله سبحانه وتعالى لهم ان يظهروا في العذاب فقال انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فحجبهم، ولكن لو لم يحجبهم لتلذذوا بالنار كتلذذ اهل الجنه بالجنه واشد. لدرجة ان ربنا خلق لك بعض الناس يعني يجد لذة في تعذيب محبوبه، مش كده؟ بيقول لك عنده سادزم، امراض ربنا جعلها لك علشان تفهم منها بعض المشاعر البشرية ازاي تتحول الى انك انت ممكن تعذب من تحب، يوم تفهم ان ربنا ازاي بيحب عباده ويعذبهم. وبعدين احيانا يخلق بعض الامراض، الانسان يجد يعني لذة في انه يعذب نفسه، يعذب نفسه هو نفسه بنفسه. وكأن بيعلمك برضو ان الانسان عليه ان يخالف نفسه وشهواته ويعذبها في مراد محبوبه، يبقى هو من اجل محبوبه وهو شعوره باللذة هذا المريض بيجرح جسمه، يبقى انت من اجل محبوبك وهو الله بتروح تقاتل في سبيل الله فتجرح نفسك وتقتل. يبقى ده زي ده، بس ده صورة أنانية شوية والتاني صورة عراقية، لكنها مشاعر متقاربة، بس ده وجهها التوجيه العالي والتاني وجهها الوجيه الدني، لكن كلها مقامات ربك بيعلمها لك في البشر. وقيل المحبة سكر لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبوبه، ثم السكر الذي يحصل عند الشهود لا يوصف، وانشدوا السكر ده بيحصل، السكر يعني الغياب، وحصل في القران، مش قال لك ايه؟ فلما رايناه اكبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، يعني اول ما شافوا سيدنا يوسف ده وده مخلوق، فما بالك بقى لو كشف الله عن جماله سبحانه وتعالى لخلقه. هذا المخلوق لما خرج عليهم هو سيدنا يوسف من جماله الظاهر اتبنجوا، يعني اتبنجوا يعني ايه؟ يعني قطعوا ايديهم وهم مش حاسين، زي ما تبقى انت مبنج عيان وقاعد تقطع فيه وهو ما بيقولكش اي، خلاص متبنج تماما، فهم اتبنجوا بقى، مش كده برضه؟ اتبنج وقعد يقطع. يعني لولا القران حكى لنا القصه دي يمكن ما كناش نصدقها، لو حد غيرنا حكى لنا نقول له ده بيبالغ، ده ربك عملها لك ايه علشان تتعلم ان هؤلاء سكروا برؤية مخلوق، فلتعذر من يسكر برؤية جمال خالقه. يبقى مديها لك آية من الآيات، وعشان كده ادي معنى السكر يعني البنج،
كده لدرجة ان زمان قبل ما يكتشفوا ادوية البنج دي كان في اوروبا ما يحبوا يعملوا عملية الواحد يقوموا يسقوه خمرة لما يبقى طينة وبعدين بعد كده يكتفوه عشان ما يتحركش ويقعدوا بقى يفتحوا بطنه ويعملوا له الجراحة كلها يا عاش يا مات لانه ممكن يموت من تسمم الخمر نفسه فعلا. لكن كانوا بيعملوا كده لحد ما ربنا اكرمهم بدكتور اسنان اكتشف ادوية البنج في سنة 1800 وشوية كده علشان كانت المشكلة كلها ازاي يخلع ضرس ولا سنة والعيان حاسس عملية مؤلمة جدا فكان يضربوا بيها المثل في الألم يقول لك لخلع ضرس وضرب حبس وفقد إلف وبيع ثوب بفلسي يعني بيضرب لك الأمثلة الحاجات المؤلمة كلها الإمام الشافعي فخلع الضرس ده حتى لحد دلوقتي يقول لك يا ساتر ده احنا خدناه بخلع الضرس يعني تعذبنا على ما ايه ما حصلنا على مرادنا فيعني البنج اللي هو السكر يعني لان هو زوال العقل بدواء مش كده برضه ثم السكر الذي يحصل عند الشهود لا يوصف وانشده فاذكر القوم دور كاس وكان سكري من المدير الله فاذكر يعني الناس سكرت من النعم من النعم فنسيت نفسها في طلب النعم وانا اللي اذكرني الذي يجري النعم مش النعمه نفسها شفت الحلاوه يبقى هناك محب للنعمه محب لله لنعمه وهناك محب لله لله يبقى سكران سكر نعمه وسكر منعم فهمت فاذكر القوم دور كاس وكان سكري من المدير اللي هو بيوصل الكؤوس اللي هو المنعم وعشان كده قال لك سكران سكر هوى وسكر مدانة فمتى يفيق من به سكران يعني انا سكران سكرين هو بيتكلم على نفسه احد الاولياء يعني يقول انا سكران سكرين مش سكر واحد سكر مدانة يعني سكر نعم وتوالي تجلي وسكر ايه وسكر هوى سكر هوى في ايه في الذي يعطي النعم نفسه فمتى يفيق فتى به سكران لو قلل الامداد هيفضل سكران برضه لانه ما زال سكران بالمنعم يعني حتى لو ما ادالوش المدد برضه هو سكران فيه وكان الاستاذ ابو علي البقاطي ينشد كثيرا لي سكرتان وللندمان واحده شيء خصصت به من بينهم وحدي برضه بينوه على ايه؟ على سكر ايه؟ النعمة وسكر المنعم. وقال ابن عطاء المحبة إقامة العتاب على الدوام. ده ابن عطاء ده مش ابن عطاء الاسكندري ده في القرن الرابع الهجري. ابن عطاء السكندري ده في القرن السادس الهجري أو السابع وده كان يعني من ضمن مشايخ الرسالة القشيرية. كان شريف تتولد سيدنا ابن عطاء الله السكندري اصلا كان فاضل له 200 سنه ويتولد لا لا ده غير ما انت عشان كده لازم تشوف المؤلف مؤلف الكتاب ده في اي سنه ومات امتى واللي انت تقصده يعني انت اسمك مثلا عماد وكان في واحد اسمه عماد الدين مثلا ابن كثير اللي هو صاحب التفسير ده المعروف طيب فلما نقول قال عناد تفتكر انت؟ كل الناس اسمهم عناد، كل الناس اسمهم محمد، اسماء كثيرة في أجيال كثيرة متتالية، فلازم تعرف طبقات العلماء يعني تعرف ده في أي طبقة، في أي مرحلة عمرية. ودي مباحث بيبحثها المؤرخين بقى وكده. وقال ابن عطاء المحبة إقامة العتاب على الدوام. يعني تتهم نفسك بالتقصير باستمرار في القيام بحق محبوب. أي معنى العتاب باستمرار؟ يعني تفضل انت مقصر مش قادر تقوم بحق محبوبك فتفضل باستمرار تعاتب في نفسك اذا قابلته تزعل عشان ما قلتلوش واذا قلت له تعرف تزعل علشان ما عرفتش تعبر كويس واذا عبرت تقول لا ده الكلام ده اللي في قلبي اكتر من اللي على لساني يعني انت مش عارف باستمرار بايه بتعاتب نفسك بانك مش قادر تقدر محبوبك ومش قادر تعبر له عن مكانته في قلبه. فهمت؟ إقامة العتاب على الدوام.
العتاب مش للمحبوب، العتاب للمحب يعني، مش كده؟ نحسن اصل واحد يفهمها بالعكس يقول لك هيعاتب ربه، لا حول ولا قوه الا بالله. افتح الكتب دي ما تقراهاش، ما هو في عالم متسرعه، لان هو فهمها غلط فحكم على كلام الايه المصنف الشيخ على فهمه هو مش على فهم الشيخ، فدي المصيبه. فانت ما تحجرش على الشيخ بفهمك، الشيخ ليه فهم تاني اعلى مختلف. وكان للاستاذ ابي علي جاريه تسمى فيروز وكان يحبها اذ كانت قد خدمته كثيرا. كانت عنده خادمه بنت اسمها فيروز سيدنا ابو علي الدقاق، كان بيحبها عشان خدمته كثير. فسمعته يقول كانت فيروز تؤذيني يوما وتستطيل علي بلسانها، هي اللي بتخدمه لكن ساعات تتامر عليه تعلي صوتها عليه، ما هي عرفت انه بيحبها فبقت تدلل دلال المحبوب بقى، تقول ايه تدلل عليه. حتى انت لما واحد يبقى ايه بيعامل ابوه وامه بطريقه وحشه وبيتدلع عليهم تقول له ايه، بتقول لهم ايه انتوا اصلكم اللي دلعتوه، مش كده برضو؟ عشان بيحبوه يقوموا يستحملوا منه الكلام. فسمعته يقول كانت فيروز تؤذيني يوما وتستطيل علي بلسانها، فقال لها ابو الحسن القارئ لما تؤذينا هذا الشيخ؟ فقالت لاني احبه. يعني ده المحبه ساعات بتخلي مقام يسموه مقام الدلال، مقام الدلال زي ما قلت لك، ان الواحد يقسو على محبوبه لانه عايز يعني متصور من شده محبته انه ياخد منه اكثر من اللي اداهوله، يقوم يدل عليه. يدل عليه يعني ايه؟ دل عليه، كل ما يديله له كده بس بقى ده مقامي عندك، يقوم يا ايه يحط ايده ويقوم يديله تاني، لا انا كده عرفت قدري عندك، يقول له لا خد تاني، لحد ما ايه يفتح التاني ويمشي. يبقى ايه ده يسموه مقام الدلال. وقال يحيى بن معاذ مثقال خردل من الحب احب الي من عباده 70 سنة بلا حب. وطبعا لان يعني تسبيحه من محب افضل من الاف الركعات من معرض عن الله سبحانه وتعالى بالنظر الى نفسه والاعجاب بعمله واعتقاد انه هو الذي يفهم وغيره لا يفهم، وهو العابد وغيره لا يعبد، وهو الموحد وغيره مشرك، وشغلانه كبيره انت طبعا مجربها، فربنا ينجينا. وقيل ان شابا اشرف على الناس في يوم عيد وقال من مات عشقا فليمت هكذا لا خير في عشق بلا موت، والقى نفسه من سطح عال فوقع ميتا. انتحر، انتحر يعني، الانتحار حرام مش كده؟ طبعا قطعا. طب لكن ليه بيستدل لك بالحكايه دي بحاجه حرام؟ لانه غاب عن عقله، غاب عن عقلي في محبة محبوبي فصار غير مكلف، بل عمله ده اصلا مش حرام لانه مش مكلف، ده اتجنن في المحبة، ده مجنون، والمجنون ليس عليه تكليف، رفع عنه التكليف، اتجنن من المحبة، فاهم؟ وفي من الصحابة كده، في من الصحابة سمعوا النبي بس بيقرا سورة واحدة فما تحملش، شهق فمات ولم يسجد سجد، يعني اسلم وجلس بجوار النبي وجده يقرا سوره الانسان اللي احنا بنقراها في فجر الجمعه في الركعه الثانيه. فلما فيها وصف الجنه، فلما سمع وصف الجنه شهق شوقا ومات ولم يسجد لله سجدا. يعني حصلت بعض الحاجات اللي زي دي مع الصحابه، وفي صحابي انتحر، انتحر قطع برادمه يعني اصابعه حتى شخبت دما فمات. صحيح مسلم، اذا كنت قرات في صحيح مسلم اللي هو الصحابي، اثنين صحابيان ايه هاجروا الى مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم هو وابن عمه، فاكتووا المدينه، اكتووا المدينه يعني ايه؟ يعني اصابهم حمى المدينه، لان المدينه كان فيها وباء، وبعدين الرسول دعا ان الوباء ينتقل الى مكان بعيد عنه صلى الله عليه وسلم. فلما اصابوا داء المدينه اكتواها يعني اصابوا المرض بسبب ايه حلوله في مكان ايه صحته ما جاتش عليه، حتى ساعات يقول لك نقلت البلد الفلانيه صحتي ما جاتش عليه، دي معنى اكتوى المكان، اكتوى المكان يعني صحته ما جاتش عليه. فلما مرض واشتد عليه الالم ما تحملش فقطع برادمه يعني اصابعه، قطعها بالسيف بتاعه وتركها تنزف حتى مات. حزن عليه قريبه انه ازاي يعمل في نفسه كده، فبات حزينا على هذا القريب
فرآه في المنام في الرؤية، فقال له ماذا فعل الله بك؟ وكانت هيئته حسنة إلا أنه يمسك يده في الرؤية، فقال له لقد غفر الله لي بهجرتي لرسوله، إلا أنه قال لي ما أفسدته في الدنيا لا نصلحه لك في الآخرة. فدخلوا الجنة مصاب ومطوعب. فلما راح حكى الرؤية دي لسيدنا رسول الله، أم سيدنا رسول الله قال إيه؟ قال اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. يبقى دل على أن الانتحار إن لم يستحل قتل النفس يبقى من الكبائر، وهو في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أما إذا استحل قتل النفس وفي كمال عقله ووعيه يبقى كافر. يبقى الأحاديث اللي وردت في كفر المنتحر، أي المنتحر الذي يستحل قتل النفس مع كمال عقله ووعيه، يبقى ده كافر. أما الذي ينتحر بسبب مرض نفسي، اكتئاب شديد أو شيء من هذا، هو مش في كمال عقله ولا في كمال وعيه، يبقى ده قتل نفس مطلقا. وقتل النفس مش من الكبائر وليس من المكفرات. مش الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال ايه؟ الاشراك بالله، عقوق الوالدين، قتل النفس. وعارفين ان قتل النفس وعقوق الوالدين مش من الكفر، كفر نعمة مش كفر عقيدة، مش كده برضو؟ يبقى قتل النفس هنا قتل نفسه، ما قتلش نفس غيره، ما هي كلها قتل نفس برضو. يبقى ان لم يستحل قتل النفس فقتلها بسبب مرض، فهو فاعل كبيرة قد لا تكون اصلا محسوبة عليه كبيرة، ان اشتد عليه ورقة المرض فاصبح عنده خلل في عقله وما بقاش كمال تكليفه. يبقى ده لازم تفهم الحكاية دي عشان تحسن الظن. وعشان كده على مدى العصور المسلمين اللي بتحرق نفسها واللي يحرق نفسه واللي يمنع نفسه من الشارع شاهد بيعملوا عليه ايه؟ بياخدوه يكفنوه يصلوا عليه، ما بيقولوش عليه خلاص لا ده ما يدفنش في مقابر المسلمين، ما بيقولوش كده. يبقى عملا بيحسنوا الظن ويقول لك اصل هو ايه قتل نفسه بسبب الحزن الشديد الكمل الشديد، حصل له خلل في عقله شيء من هذا، يقوم يحسن به الظن يحكم باسلامه وموته على الاسلام ويورثه اهله ماله وكل حاجه تمشي الامور عاديه، مش كده برضه؟ يبقى عمل المسلمين على هذا المعنى منذ قرون عديده. لكن على اي حال، على سبيل الزجر من الانتحار عليك ان تبين للناس ان الانتحار كفر، ده على سبيل الزجر. لكن على سبيل التحقيق والحكم القضائي في بعض المسائل الخاصة فعليك أن تسأل عن كل منتحر بقى هو كان ظروفه إيه لما انتحر. يقول لك ده كان جاله مرض شديد وكان فقد عقله وكان مش عارف إيه، خلاص بقى يبقى هو في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذب. علشان كده هو لما بيحكي لك هنا قصة هذا المحب الذي ألقى نفسه من شاهد ما يقصدش يقول لك يعني يرمي نفسك من شاهد، ما يقولكش كده، يعني يقول لك إن الإنسان في محبته قد يغيب عن كمال عقله وعن حرصه على حياته بسبب استيلاء المحبة على قلبه بالكلية. وقلب هنا بمعنى العقل، يعني بمعنى التركيز، بمعنى الوعي، بمعنى الفهم. وحكي أن بعض أهل الهند عشق جارية فرحلت الجارية ماتت يعني، فخرج الرجل في وداعها فنمعت إحدى عينيه دون الأخرى، فغمض التي لم تدمع 84 سنة ولم يفتح عقوبة لها لأنها لم تبكي على فراق حبيبه. وإيه راجل هندي بقى، محبة هندية دي، يا هو بيعلمك برضه، بيعلمك إزاي إن ده في محبة مخلوق عاقب نفسه إنه ما قامش بحقها، فما بالك أنت مسالم نفسك وتدعي محبة خالقك. إذا كان اللي في محبة مخلوق عمل كده، كأن ربنا جعله حجة على العباد اللي بيدعوا محبته. يقول لك اللي بيحب مخلوق عمل كده، وأنت بتدعي محبتك لربك. ما بتعملش ربع كده. وفتح عينيك قد كده للدنيا، وتمد عينك لزينة الدنيا، وكل ما أعطاك من نعم الدنيا عايز تاني، عايز تاني، عايز تاني. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فإفهم. أنشدوا في معنى المحبة الهندية دي، بكت عيني غداة البين دمعا، يعني البين الفراق، يعني عند الفراق بكت عيني غداة البين دمعا وأخرى بالبكى دخلت علينا، فعاقبت التي دخلت بدمع بأن غمضتها يوم التقينا، وجزيت التي جادت بدمع بأن أقررتها بالحب عينا.
ده بيت زياده بقى بقيته يعني. ما هو قال لك تعاقبت، طب والثانيه عمل لك فيها ايه؟ الثانيه عاقبها حرامها من الرؤيه. طب والثانيه ادها جائزه ان لم يحرمها من الرؤيه لتقر عيناها برؤيه المحبوب. فهمت؟ فعاقبت التي دخلت بدمع بان غمضتها يوم التقينا، وجازيت التي جادت بدمع بان اقررتها بالحب عينا. وقال بعضهم: كنا عند ذي النون المصري فتذاكرنا المحبة، فقال ذي النون: كفوا عن هذه المسألة، لا تسمعها النفوس فتدعيها. قالوا ما تقعدوش تتكلموا في المحبة كتير، لأن في ناس هتسمع المعاني دي وهي ما عاشتهاش، تحفظها تقوم تدعيها، تقول أنا كده وهي مش كده. تسيبوا الأمور التي تعيش في قلوب المحبين دون تعبير حتى لا يدعيها الكاذبين. ده كلام سيدنا ذي النون. فقال ذي النون: كفوا عن هذه المسألة، لا تسمعها النفوس فتدعيها. ثم أنشأ يقول: الخوف أولى بالمسيء إذا تأله، والحزن تأله يعني غاب في محبة محبوب. وعشان كده من ضمن معنى الإله المحبوب، تأله يعني غاب في محبة محبوب. وانت بتقول لا إله إلا الله، يعني كأن في معنى لا إله إلا الله معنى المحبة داخلة من معنى، ومنها الولا. يقول ده والهان، والهان في حب ايه؟ في حب محبوبه، جاية من ولا، والولا جاية من الألوهة، والألوهة جاية من معنى الإله برضه. الخوف أولى بالمسيء إذا تأله، والحزن والحب يكمل بالتقي وبالنقي من الدرن. يعني الحب يبقى نقي تماما من كل درن، يعني من كل ايه؟ شوائبه، يبقى صافي، يعني يبقى حب صافي يعني بلا علة ولا علاقة ولا شهوة ولا رغبة. وقال يحيى ابن معاذ: من نشر المحبة عند غير أهلها فهو في دعواه داعين. من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساوي مساوي، ومن كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاويه دعاوى. مش قايل كده في الحكم في المناجاة؟ وقيل: ادعى رجل من الاستهلاك بمحبة شخص، فقال له الشاب: كيف هذا وأخي أحسن مني وجها وأتم جمالا؟ يعني واحد ادعى انه بيحب شخص، فالتاني اللي بيحبه عمل له اختبار، بيقول له: بتحبني ازاي وانا ليا احلى مني وجها واكثر مني جمالا؟ بيعمل له اختبار يعني، بيشوفه هيلتفت الى محبوب اخر ولا لا. شفت الاختبار بقى؟ هو بيعمل له اختبار، فالراجل راح التفت بيشوف مين اللي، واحنا قايلين ان المحب لا يلتفت عن محبوب. فرفع الرجل راسه يلتفت وكان على سطح، فالقاه من السطح، احزقه كده. وقال: هذا ابر من يدعي هوانا وينظر الى سوانا. هذا ابر من يدعي هوانا وينظر الى سوانا. وهوانا من الهوان برضه، يعني الانسان يذل نفسه المحبوب. والهوان ذل كده برضه، ادي معنى الحب هندله، خلاني بهدله. فهمت بقى؟ الحمد لله ان الجدع النهارده ما جاش، هيدخل في اللحظه دي يقول ايه ده؟ ايه الازهر؟ وهم يقولوا في يا ليل يا عين، هو مش فاهم الموضوع ايه اصلا. يا سيدي ربنا يقربه ويهديه ويصلح حاله، واحنا لا نكره احد من امه النبي ابدا والله، نشهد الله على هذا، لا ادعاء والله، حتى لما بزعق له انا كنت بحبه. واخد بالك؟ زي الواحد زي ما تزعق لابنك وانت بتحبه وتبقى بتحبه بتزعق. الحمد لله ربنا كرمنا وتعلمنا من مشايخنا ما ندعيش على بني ادم ابدا بعينه، حتى ولو كافر. شوف، حتى ولو كافر، لان يمكن ربنا يحسن خاتمته. لكن هو بتقول اللهم لعن الكافرين عموما ده، لكن ما تخصش اسم، لان النبي كان يخص اسماء، لان النبي يوحى اليه، كان بيدعي على ناس باسمائها، كان يوحى اليه صلى الله عليه وسلم، يعرف ان ده من اهل خلاص الكفر الى ان يموت.
لكن انت تقدر تدعي ان في فلان الكافر الان ده هيموت على الكفر؟ او مات المسكين قال لك انه مات امبارح وهيدفنوه مش عارف ايه، بتجيلنا الحاجه اجلال هنا بتقول ده مسلم بقى له اكثر من 10 سنين، لكن الجرايد اعلنوا ان هو ميت على المسيحيه. هل انت تقدر تدعي ان هو مات على المسيحيه تحلف؟ ما تقدرش. هاي الحاجه اجلال بتقول انه مسلم فما تقدر. مات المسكين اللي كان عينه السادات مكان الانبا شنوده فتره كده وبعدين رجع تاني. فانت تعود تعود ما تدعيش على حد ابدا ابدا. مشايخنا علمونا كده والحمد لله بفضل الله ماشيين على هذا النهج بقالنا طول عمرنا الحمد لله. لا تدعو على انسان ابدا مهما يعمل فيه. اعرف ان اللي وكان سمنون يقدم المحبه على المعرفه. سمنون يقول لك ان المحبه اعلى من المعرفه. رايه كده يعني. والاكثرون يقدمون المعرفه على المحبه. يبقى كانت مذهب المحبه اعلى من المعرفه ولا المعرفه اعلى من المحبه؟ مذهبان. مذهب المحبين ان المحبه اعلى، ومذهب العارفين ان المعرفه اعلى. ها؟ والله على حسب حالك. اذا غلبت عليك المعرفه فانت تحب معروفك. فتقول المعرفه اوصلتني. فيبقى المعرفه اوصلتني. واللي نظر الى الثمره قدم الثمره. فقال انما وصلت لاجل ان احصل على المعرفه. فالثمره اعلى من الشجره. يعني الشجره اولى ولا الثمره اولى؟ فكر. انت بتزرع الشجره للشجره ولا للثمره؟ للثمر. فاذا نظرت لحاجتك للثمره قدمت الثمر. واذا نظرت لحاجتك لتعدد وتوالي النعم احتجت الشجر. فهمت بقى؟ احترت. خليك تحتار شويه. عرفت بقى ان المسائل قابله للمناقشه. قابله للمناقشه. الثمره قد اخذها مره التقطها ثم ازدردها وابتلعها وانتهي. لكن الشجره فيها معنى توالي الامداد. مش كده؟ فاللي نظر للتوالي الامداد نظر للشجره اللي هي المعرفه. واللي اكتفى بالثمره فشبع فقال في حال شبعه الثمره. والاخر قال في حال شوقه. يبقى اهل المعرفه قالوا المعرفه اولى في حال الشوق، واهل المحبه قالوا المحبه اولى في حال السكر. فكل عبر عن حاله. فهمت بقى المسألة سهلة ازاي؟ وعند المحققين المحبة استهلاك في لذة، والمعرفة شهود في حيرة وفناء في هيبة. يعني المحبة ليه هو عايز يقول لك؟ المحققين عايزين يقول لك ان المعرفة من حيث التحقيق اعلى من المحبة، لان المحبة فيها نوع لذة بالمحبوب، واللذة حظ للنفس. ففيها نوع حظ نفس، وما كان فيه حظ نفس يكون ادنى. فهمت بقى المعنى؟ فعايز يقول لك هنا ان المحققين لما قعدوا يفكروا بقى قال لك كده. قال لك ان المحبه استهلاك في لذه، والمعرفه شهود في حيره وفناء في هيبه. حيره ليه؟ لتوالي امداد التجليات فيحتار عن تقدير قدر محبوبه فيستسلم ايه لتقديسه. فهمت بقى المعنى؟ ادي الحاجة. فهو بيأيد الرأي الثاني. فهمت؟ ليه؟ لأن المحبة فيها نوع لذة، واللذة فيها حظ نفس. وقال أبو بكر الكتاني جرت مسألة المحبة بمكة أيام الموسم، يعني موسم الحج يعني. فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سنا. فقالوا له هات ما عندك يا عراق، هات ما عندك يا عراق. فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم قال عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هويته، وصفى شربه من كأس وده، وانكشف له الجبار من أستار غيبه،
فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا من مزيد، أو ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين. وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، إني حرمت على القلوب أن يدخلها حبي وحب غيري فيها. يعني ما يدخلش حب ربك في قلبك طول ما قلبك بيحب حاجة تانية. أنا أغنى الشريكين على الشرك، مش كده برضو؟ ها؟ المحبة اللي هي المقصود بها الذوبان في المحبوب والقيام بحقوقه، لكن انك انت بتقوم بانك انت لما تجوع تاكل ولما تبرد تغطي نفسك، مش معناه بتحب نفسك، فاهم؟ ده انت بتعمل كده لتبقي نفسك تحب محبوبك، لكن لو بتعمل كده لهوى نفسك يبقى بتعملها لنفسك. ففي فرق بين داود. ها؟ احنا عايزين نخلص باب المحبة النهاردة، واضح؟ خلينا نخلص، عايزين نخلص الكتاب، فاضل لنا قد ايه؟ ما هي واضحة، واضحة والله. اقراها تاني كده برواقة، تلاقيها جميلة حلوة، اصل لو دخلنا فيها هنقعد فيها اسبوع، فخلينا. لا حلوة كده والله، حلوة كده. اخبرنا حمزة بن يوسف السامي قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال: حدثنا هميم بن همام. هميم تصغير همام، أبوه اسمه همام، لما خلف سمى ابنه هميم، يعني اللغة جميلة عنده. ها؟ يعني مصغر همام، حاجة حلوة برضه، زي ما يبقى اسمه حسن يسمي ابنه حسين، ما حسين مصغر حسن، والرسول عملها برضه صلى الله عليه وسلم، لما أنجبت بنت ستنا فاطمة حسن سماه حسن، سيدنا علي سماه حرب، وراح لسيدنا رسول الله قال له: انجبت فاطمه ولدا سميتوه حربا، فقال: هو حسن. كان يحب تحسين الاسماء صلى الله عليه وسلم، هو عايز يقول حربا على اعداء الله يعني. فكان عاده العرب كده يقول لك: اسماء اولادنا لاعدائنا واسماء عبيدنا لينا، فيحسن اسم عبده وايه ويقبح اسم ابنه، لان ابنه اسمه على عدوه هو اللي هيحارب ويمسك الرايه، كانت عادتهم كده. لكن النبي امر بتحسين الاسماء. لما انجبت سيدنا الحسين اقول اصغر منه سماه ايه؟ حسين. فانت من الاسم على طول تعرف ان حسن الكبير وحسين الاصغر. لكن في ناس ما بتعرفش المعنى ده، فيقوم اول ولاده يسميه حسين ويجي الولد اللي بعديه يسميه حسن، يلخبط. يقوم يبقى الاصغر هو المكبر. فهمت؟ لكن هم لا، كانوا فاهمين اللغه. زي يبقى اسمه عبد الله يسمي ابنه عبيد الله. كده برضو. حدثنا هميم بن همام قال: اخبرنا ابراهيم بن الحارث قال: حدثني عبد الرحمن بن عفان قال: حدثني محمد بن ايوب قال: حدثني ابو العباس خادم الفضيل بن عياض قال: احتبس بول الفضيل فرفع يديه وقال: اللهم بحبي لك الا اطلقته عني فما برحنا حتى شوف. يبقى ده مقام دلال، مقام دلال غير مقام الادب في الدعاء، الا تحدد وقتا للقبول، ده الادب في الدعاء مش كده؟ لكن مقام الدلال بقى تقول له: دلوقتي دلوقتي بقول لك اهو. شوف انا شفنا والي كان يقول كده، يكلم بقول له: بقول لك اهو. حاجه غريبه، وكان ربنا يستجيب. حاجه سبحان الله، يعني كانوا كده، دي بتبقى مقام دلال. يعني انت ما تقدرش تقولها يمكن لابوك، لكن هو بقى بينه وبين ربه حاجه ثانيه. وقيل: المحبة الإيثار، كامرأة العزيز لما تناهت في أمرها قالت: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. يعني آثرته على نفسها فطبحت نفسها من أجل أن تستره. وطبعا إن المرأة تفضح نفسها دي عملية مش سهلة، لكن من شدة محبتها فيه آثرته على نفسها. وفي الابتداء قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يبقى كانت لسه في بدايتها في المحبة، كانت قاسية عليه شوية، كانت لسه ما استوتش في المحبة. لكن لما استوت في المحبة وتلوعت واتسجن وما بقتش شايفاه 9 سنين مش كده برضه، ولا عدة سنوات، ذابت في محبته شوق. فلما جالها بس خبره آثرته على نفسه، يبقى في بترتقي في المحبة.
في الاول كانت لسه طفله في محبتها، وان لم يفعل ما امره هسجنه او اعذبه. الله، ده لسه بقى ما بتحبوش محبه كامله. لكن في الاخر لما ارتقت ونضجت في المحبه قالت انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين، ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. قيل ان ده كلام سيدنا يوسف، وقيل ان ده تكمله كلام امراه العزيز، وينفع على وجهين، وينفع على وجهين. ودي برضو من اعجاز القران. وفي الابتداء قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. فوركت الذنب في الابتداء عليه، يعني نسبت اليه الذنب في الاول. وفي الانتهاء نادت على نفسها بالخيانه. سمعت الاستاذ ابا علي يقول ذلك، وحكي عن ابي سعيد الخراز انه قال رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم في المنام فقلت يا رسول الله اعذرني فان محبه الله شغلتني عن محبتك. فقال يا مبارك من احب الله تعالى فقد احبني. عارف يا مبارك يعني ايه؟ يعني يا دكتور لو كان ربنا مقدر ايدي تتحرق لكان اتحرقت برضه من غير ما ابني يحرقها. فاكر القصه اللي قلتها لك؟ لما بتقول لي يا دكتور يعني يا اللي مش واخد بالك، يعني يا اللي مش فاهم، دي برضه يا مبارك. دي يعني يا مبارك برضه. فشوف النبي بيقول له ايه؟ يا مبارك يا اللي مش فاهم، ده من احب الله فقد احبني، ده انت ما دخلتش في محبه الله الا من بابي ومن مددي. بس انت من شده محبتك لربك غفلت عن من امدك بالمحبه. ما هو كله مش هيدخله الا من باب المصطفى. فقال له ده انت بس مش واخد بالك يا مبارك. يبقى يا مبارك يعني ايه؟ يعني يا اللي مش فاهم. يعني يا دكتور. ربنا يكرم. يا مبارك من احب الله تعالى فقد احبني. وقيل قالت رابعه في مناجاتها الهي اتحرق بالنار قلبا بحبك. فهتف بها هاتف ما كنا نفعل هكذا فلا تظن بنا ظن السوء. وقيل الحب حرفان حاء وباء، والإشارة فيه أن من أحب فليخرج عن روحه وبدنه، يعني الحاء للروح والباء البدن، فتخرج عن روحك وبدنك يعني تنسى نفسك في محبة محبوبك، لأن روحك وبدنك اللي هما نفسك، مش كده برضه؟ لما الروح التقت بالبدن صارت نفسا، يعني تنسى نفسك في محبوبك. وكالإجماع من إطلاقات القوم أن المحبة هي الموافقة، وأشد الموافقات الموافقة بالقلب، والمحبة توجب انتفاء المباينة، يعني ما بقاش في فرق. يعني ما بقاش في فرق. إن لما واحد بيكون بيحب حد ويجي يناديله ويقول له مثلا يا سعادة البيت، يقول له لا ناديني باسم المجرد، مش عايزين يبقى فينا فرق. مش كده برضه؟ لأن إيه؟ الألفة ترفع الكلفة. آدي معنى انتفاء المباينة، المباينة. والمحبة توجب انتفاء المباينة، فإن المحب أبدا مع محبوبه. وبذلك ورد الخبر. شوف أنت ربك سبحانه وتعالى عشان بيحب عبده، بيحب عبده، وأشد محبتي لعبد المبتلى من عبده المنعم عليه. شوف أنت ربك سبحانه وتعالى لما إيه؟ لما خلق المحبة في قلب الأم، فبيسأله الأم أنجبت أولاد كتير، فبيقولوا لها من أحب أولادك؟ قالت الصغير حتى يكبر، والضعيف حتى يقوى، والمريض حتى يصح، والبعيد حتى يحضر. شوف بقى المحبة ماشية ازاي. يعني هي بتحبهم كلهم، بس محبتها مع الضعيف اشد من محبتها مع القوي، ومحبتها للمريض اشد من محبتها للمعافى، وهكذا. فهمت ما معنى الحديث القدسي لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث القدسي عن رب العزة عبدي مرضت ولم تعدني. فنسب المرض لنفسه جل جلاله، لأن نفى المباينة بينه وبين عبده دون فهم حلول ولا اتصال ولا انفصال. لكن ده معنى محبة، نفي المباينة مع اعتقاد كمال المخالفة بين الخالق والمخلوق. لكن شوف ربك سبحانه وتعالى
مقام المحبة بيبقى فيه مقام تنزل، مقام تواضع، فيه مقام تودد. ففي مقام التودد والتنزل والتواضع الذي يكون للمحب المرضت ولم تعدني، لدرجة ان العبد نفسه يقول يا ربي كيف تمرض وانت رب العالمين، مش كده؟ يتعجب، يؤمر يقول له اما علمت ان عبدي فلان قد مرض، اما لو عدته لوجدتني عنده. شفت معنى انتفاع المباينة؟ يبقى لما ربك نسب لنفسه المرض علشان بيكلم محبوبه، يبقى انت تعذر الوالي لما ينسب الله لنفسه وبيكلم محبوبه، ما على نفس النغمة، مش كده برضو؟ يبقى لما يقول انا من اهوى ومن اهوى انا، ما على نفس نمط مرضت ولم تعدني، بس على الجهة المقابلة من جهة العبد ولا لا، ماشية ولا مش ماشية؟ يعني لو العالم دي بتسمع كلام النبي دون ان يعلموا انه كلام النبي لاعترض على هذا الحديث، ازاي ينسب المرض لرب العالمين؟ اعوذ بالله. يوم هيعلموا سيدنا رسول الله ازاي يعلم الامه، لكن الله سبحانه وتعالى بيكلمك هنا من مقام محبته لعبده، فمقام المحبه يوجب انتفاء المباينه، يقول له عطشت ولم تعطيني ولم ترويني، عريت ولم تكسوني. الله وربنا يعرف، هو ربنا جسم، يقول اما علمت ان عبد فلان استكساك فلم تكسه، يبقى انتفت المباينة. فهمت بقى معنى انتفاء المباينة؟ لما ربك احب النبي صلى الله عليه وسلم محبة كاملة، كأن الله جمع محبته لخلقه جميعها فجعلها في نبيه ثم توزعت في سائر الخلق بعد ذلك، فلما اجتمعت كل المحبة في النبي ذاتا وصفاتا قال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، انتفت المباينة. والنبي مخلوق، وهناك فارق بين المخلوق والخالق، لا نسبة بين النبي وخالقه، لكن لكمال المحبة ومقام المحبة انتفت المباينة، فقال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، من يطع الرسول فقد اطاع الله، ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله، فجعل الفضل واحد والنسبة نسبتين. إنا إلى الله راغبون، فهمت؟ يبقى ساعتها لما تقعد تقرا بقى كلام المحبين تفهمه، هتلاقيه سهل. فإن المحب أبدا مع محبوبه، وبذلك ورد الخبر. حدثنا الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله تعالى قال أخبرنا القاضي أحمد بن محمود بن حرزاز قال حدثنا الحسين بن حماد بن فضالة قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له إن الرجل ليحب القوم ولما يلحق بهم، يعني الواحد يحب القوم وما لحقش يتهنى بيهم، يعني يا عيني على اللي حبه وما طلش، ادي معنى لما يلحق بهم، يعني حبه وما طلش بلغة المصريين العامية، مش كده برضو؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له ما تقلقش، اللي حبه وما طلش في الدنيا هيحشر مع اللي حبه في الاخر، هيطولوا في الاخر ان شاء الله، ان المرء مع من احب. شفت بقى مقام المحبة عالي ازاي؟ مع من احب، يعني انتفت المباينة، بقى في معية، يبقى انتفت المباينة هنا. فهمت معنى الكلام؟ سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت عبد الله الرازي يقول سمعت أبا عثمان الحيري يقول سمعت أبا حفص يقول أكثر فساد الأحوال من ثلاثة: فسق العارفين، وخيانة المحبين، وكذب المريدين. طبعا واحد يوصل لدرجة المعرفة وبعدين الشيطان يلعب بيه، يقوم يقول خلاص أنا وصلت، ويبتدي لا يرتزم بإيه؟ بأوامر الشريعة، يبقى ده أخطر ما يكون. فسق العارفين، اي خروج المدعي المعرفة بالله عن حدود الشرع الشريف. وخيانة المحبين، يقول محبوبه ينظر الى غيره، يلتفت الى غيره. وكذب المريدين، المريد الذي يعني يريد الوصول الى الله يدعي ما لم يحدث له، يحفظ له شوية كلمات كده ويقولها، قال يعني ان هو بقى واصل وهو كذاب. وقال ابو عثمان فسق العارفين اطلاق الطرف
واللسان والسمع الى اسباب الدنيا ومنافعه. يبقى ده فسق العارفين، ان الذي عرف الله يلتفت الى غيره من زخارف الدنيا ومن اسبابها. وخيانة المحبين اختيار هواهم على رضا الله عز وجل فيما يستقبلهم. وكذب المريدين ان يكون ذكر الخلق ورؤيتهم تغلب عليهم على ذكر الله عز وجل. اذا كنت انت مريد لله فكيف تذكر الخلق اكثر من ذكرك لله وتدعي انك تريد الله؟ وسمعته يقول، سمعت ابا بكر الرازي يقول، سمعت ابا القاسم الجوهري يقول، سمعت ابا علي ممشار بن سعيد العكبري العكبري يقول، راود خطاف خطابة في قبة سليمان، خطاف خطافة بقى مش كده برضو؟ سنة كتبين ده طائر يعني نوع من الطائر. عصفور وعصفورة بيعكسوا بعض، قاعدين بيعكسوا بعض في القبة بتاعت سيدنا سليمان. سيدنا سليمان سامع ايه المعاكس، فهمت ازاي؟ وضع عصفور ايه شاي، وعصفورة قاعدة خيلان، فقاعد ايه بيعكس في قبة سيدنا سليمان سامعهم. راود خطاف خطافة في قبة سليمان، سيدنا سليمان عليه السلام، فامتنعت عليه، اتدللت عليه، عاملة بقى تقيلة، عصفورة تقيلة. فقال لها لما تمتنعين علي وان شئت قلبت القبة على سليمان. ده انا شجيع السيمة، انت عرفيش عايز يبين لها ان هو شجيع السيمة عشان تعجب بيه. قال لها انت بتتمنى علي، انت بتعرفيش انا مين؟ ده انا ممكن اقلب القبة دي على سليمان اللي انت شايفها ده. وده قال يعني ايه واد شجيع، هو اصلا ما يعرفش، ده صوصور بيصوصو ما يعرفش، لو مكوا سيدنا سليمان يقعد يصوصو ويعيط. لكن هو بقى ايه، لماضة المحبين، يسموها ايه، لماضة المحبين، لمد يعني. لما تمتنعين علي وان شئت قلبت القبة على سليمان. فدعاه سليمان عليه السلام وقال له ما حملك على ما قلت؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا عصفور؟ فقال يا نبي الله ان العشاق لا يؤاخذون باقوالهم، اعذرني. فقال صدق. يعني ده مقام ايه، ادلال ده. ونقف على باب الشوق يوم السبت القادم ان شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم انورنا، نورنا بانوار محبتك وانوار نبيك صلى الله عليه واله وسلم. يسر امورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا إن شاء الله.